السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي ومتتبعات قناة مرشدي التربوية. الحصة ديال اليوم إن شاء الله فإحنا غادي نخصوها المكون ديال ليكسيك يونيتي ديداكتيك 5 سومين 3. ألوغ الدرس ديال اليوم إن شاء الله فهو بعنوان لي سوفيكس. كيف ما كتذكروا في الحصة الماضية كنا شفنا لي بريفيكس، اليوم غنشوفوا لي سوفيكس. بداية نحاولوا نقراو التكست دوني دون لا روبريك جوبسيرف اي جو ديكوفر. ألوغ لو سوليي nous fournit la lumière et la chaleur. Nous utilisons des panneaux solaires pour la transformation de ces rayons en énergie. Cette énergie renouvelable n'est pas nuisible à notre environnement. Très bien. Et donc, dans le texte, on a dit que la lumière, la chaleur, et le rôle de la chaleur, elle va transformer les choses de la chaleur en énergie. هاد الطاقة اللي كنسميوها طاقة متجددة، انرجي رونوفلابل، واللي ما كضرش بالبيئة، دونك سي اون انرجي نون بوليونت، طاقة غير ملوثة. تخي بيان، إذا كيف ما كتشوف النت في الصورة هنا، راه هادو هما لي بانو سولير، الألواح الشمسية اللي كتحول لنا هذيك الأشعة الشمس إلى طاقة، يمكننا نستعملوها في يعني في اليوم ديالنا. إذا بوميييغ كيسيون، أبارتيغ دو كيل مو أتون فورمي شاكان دي مو سوليني. إذا لاحظوا معايا عطاوني مجموعة من الكلمات اللي سطرنا عليهم: سولير، ترانسفورماسيون، رونوفلابل، نويزيبل، انفيرونمون. إذا هاد الكلمات فحنا يعني قمنا ديريفاسيون ديالهم كما كنقولوا، حولناهم انطلاقا من واحد الكلمات وحدين اخرين. إذا شنو هما هاد الكلمات؟ إذا غنبداو بالأولى، لاحظوا معايا. إذا بالنسبة ترانسفورماسيون، الكلمة الأصلية راه هي فورم، يعني إلا كتذكروا فاش كنا قرينا لي بريفيكس كنا سميناهم لو مو دو باز ولا سميناه لو راديكال، دونك لو راديكال هو فورم. سولير شنو هو لو راديكال؟ سولي. رونوفلابل لو مو راديكال عندنا هنا نوفيل. نويزيبل عندنا لو راديكال هنا نوير. انفيرونمون عندنا لو مو راديكال هنا هو انفيرون، انفيرون المحيط. تري بيان. الوغ قالوا لنا كاتون اجوتي ا سي مو بور فورمي لي مو سوليني. اذا هاد الكلمات هادو شنو زدنا لهم باش نشكلوا هاد الكلمات اللي حنا سميتو اللغه اجوتي. اذا دي سوفيكس زدنا لهم دي سوفيكس. لاحظنا اذا بالنسبه للترانسفورماسيون فورم زدنا لها اسيون، واخا راه كاين عندنا هنا بريفيكس ولكن حنا عندنا الغرض اليوم غير لي سوفيكس، دونك زدنا لها هنا سوفيكس. رونوفلابل حتى هنا زدنا سوفيكس ابل. سولير زدنا هنا هاد ار. نويزيبل زدنا هنا سوفيكس ايبل. انفيرونمون هنا زدنا حتى هنا واحد السوفيكس اللي هو مون. تري بيان. الوغ جو مانيبول اي جو ريفليشي بوتون رومبلاسي ار دون لو مو لوميير بور افوار ان اوتر مو. اذا عطاوني واحد الكلمه اللي هي لوميير، ها هي لاحظوا معايا نرجعوا لها هنا لا لوميير. هنا هاد ار لاحظنا واش يمكن لي نبدلها، واش يمكن لي نبدل هاد اف؟ وي جو بو لا رومبلاسي باغ ان اوتر بور افوار ان اوتر مون. وي مثلا غنزيد لها او غنحيد شنو غتولي لومينو، ما تبقاش لومير لومينو، دونك ها هي تبدلات. اذا حتى اغ راه سيت ان سوفيكس. قالوا لنا كومون ابيل طون لا سويت دو لاتر اغ. اذا اغ شنو كنسميوها؟ هي اللي قلنا نيت سيت ان سوفيكس. اذا ان سوفيكس. تري بيان. Troisième question. Quel est le suffixe dans le mot renouvelable? Et dans cette phrase, il dit qu'il y a renouvelable. Qu'est-ce que le suffixe fait? Et donc, pour savoir le suffixe, normalement, il faut savoir le radical, le mot de base. Et donc, comme on l'a dit, c'est nouvel. Et donc, c'est le mot de base, nouvel. C'est re, comme on l'a vu dans le passé. هذا سي ان بريفيكس. اذا شكون اللي بقى لي؟ بقى لي ابل. اذا ابل هو السوفيكس، والسوفيكس باش كنعرفوا كيكون دائما في الاخر ديال الكلمه. لو بريفيكس كيكون في الاول، السوفيكس كيكون في الاخر. اذا هذا لو سوفيكس اللي عندنا هنا هو ابل. الوغ كيسيون سويفونت. كيلي لو راديكال دو مو ترانسفورماسيون. اذا شنو هو لو راديكال ديال هذا لو مو ترانسفورماسيون؟ شنو هو لو راديكال ديالو؟ اذا كيف ما قلنا ترانس عندنا هنا راه سي ان بريفيكس، اسيون راه سي ان سوفيكس. اذا شكون اللي بقى لي لو راديكال هنا؟ اللي بقى لي هو فورم. لاحظنا اذا فورم هنا راه هو لو راديكال، هو لو مو دو باز. يعني هاد الحروف دائما كنلقاهم في جميع الكلمات اللي كتشكلوا لنا، اللي سواء زدنا لهم بريفيكس ولا سوفيكس، دائما كنلقاو بعدا عندنا فورم كاينه.
Cinquième question. Trouve d'autres mots en remplaçant le suffixe dans le mot transformation par d'autres suffixes. Et donc, had le suffixe hada غادي نبدلو اللي هو asion وغادي نديرو suffixe اخر ونعطيو كلمات. Et donc, عندنا مثلا transformer. احنا بدلنا asion درنا heure. Transformable. إذا لاحظوا هنا حيدنا اسيون وزدنا لها ابل. إذا هادو جوج كلمات يمكن لي نحيد لو سوفيكس اسيون ونعوضو بان اوتر سوفيكس لي غيأدي الدور ديال السوفيكس تاعو. الوغ قال لنا تروف دون لو تكست دوتر مو كونتونون دي سوفيكس. نحاول نقلب في لو تكست واش كاينين شي كلمات اخرين لي فيهم دي سوفيكس. إذا نحاولو نقراو من هاد لو تكست نعاودو نقراوه مرة أخرى ونشوفو واش كاينين شي كلمات لي فيهم. إذا لو سولي nous fournit la lumière et la chaleur. Nous utilisons des panneaux solaires pour la transformation de ces rayons en énergie. Cette énergie renouvelable n'est pas nuisible à notre environnement. Et donc, comme vous le voyez ici, nous avons une autre chaleur qui est un suffixe à part la lumière que nous avons fait. À part lumière. Très bien, on passe maintenant à la rubrique « Je retiens ». Un suffixe est une suite de lettres qui s'ajoute à la fin d'un mot. Et donc, qu'est-ce qu'un suffixe ? Et donc, c'est une jumoua de l'horof qui nous donne dans l'akhir de la kalima. Cette kalima, qu'est-ce qu'on appelle ? Appeler le radical. O, mot racine. Et donc, le radical, c'est le horof qui ne nous donne pas. On obtient alors un nouveau mot de la même famille, appelé mot dérivé. Et donc, c'est ce qu'on nous donne. ان ملي كنزيدو السوفيكس فانا كنتحصل على كلمه واحده اخرى جديده كنسميوها باللغه الفرنسيه مودو ديريفي وكتكون من نفس العائله الكلمات ديال الكلمه الاولى. لي سوفيكس موديفي لو سونس دو راديكال. لاحظوا معايا اذا ملي كنزيد ان سوفيكس راه كيتبدل لي المعنى ديال داك الكلمه ديال ديك الكلمه الاصليه. ال موديفي اوسي لا ناتور غراماتيكال دو مود اوريجين. كيبدل لي حتى لا ناتور غراماتيكال يعني يقدر يكون عندي ان فيرب مثلا نزيد لو سوفيكس راه كيولي عندي ان نون ولا يكون عندي ادجيكتيف ونزيد لو سوفيكس يولي ان نون. اذا راه كيبدل لي لا ناتور غراماتيكال ديال لو مو لو مو دو باز. او بيف لا غاردي سولون لو سوفيكس اجوتي ويقدر بعض المرات يحتفظ لي به يعني ان نون بحال كيف ما لاحظنا هنا ترانسفورماسيون زدنا ترانسفورمور زدنا ترانسفورمابل. اذا هنا راه ولاو هنا دي ادجيكتيف ترانسفورماسيون سي ان نون هنا راه ولاو هنا دي ادجيكتيف لاحظتوا. اذا المهم يقدر يحافظنا على نفس لا ناتور غراماتيكال اللي كانت عندنا. اكزومبل نشوفوا هنا امثله. هنا غنزيدوا اتر ادجيكتيف اللي عنده سوفيكس اتر جون غنزيدوا له اتر شنو كتولي جوناتر. اذا ادجيكتيف بقى ادجيكتيف لاحظنا ادجيكتيف عنده اور غيولي نون لون هذا ادجيكتيف الا زدنا له اور غيولي نون لونتور هي ولات ان نون تبدل. ادجيكتيف نزيدوا له مون غيولي لنا ادفيرب. اذا دوس ادجيكتيف الى زدنا لو مون كيولي ادفيرب دوس كتولي دوسمون. اذا ما كان ادجيكتيف ولا ادفيرب. سيغتان مو سون اوبتوني بار لاجو دو بليزيور سوفيكس. اذا كاينين شي كلمات اللي كنزيد لهم بزاف ديال لي سوفيكس مثلا باغ احنا زدنا لهم تارديفمون لاحظنا ايمي ايمابلومون هي زدنا لا ابل وزدنا لا مون ازار ازار دوزمون زدنا لا اوز مون ازار دوزمون. اذا من بين لي سوفيكس اللي عندنا عندنا اور اوز ابل ايبل اسيون اور مون ايف ايف تريس اج ايزون ايتي ايتي اس وار ان ان اتر يا يين يي يير اي از ومازالين بزاف دوتر سوفيكس.